أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج حلقة نقاش أقدمها لكم من قناة المستقلة من لندن في حلقة اليوم نعلق على موضوعين يتعلقان بتطورات الملف السوري الموضوع الأول يتعلق بالجولة أسيتانا الحادية عشرة وما تمخض عنها وأيضا نعلق على تطورات الوضع العسكري إن صح التعبير أو التصعيد العسكري في إدلب بعد اتهام النظام وروسيا للمعارضة باستهداف حلب بقنابل كيماوية وفيها مواد الكلور للتعليق على هذه هذين الموضوعين نستضيف معي في الاستوديو الاستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي بلندن اهلا بك استاذ زهير اهلا بكم يا مرحبا حياكم استاذ زهير, أستاذ 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 زهير. أستاذ. نبدا بالتصعيد العسكري في حلب وإدلب يعني منذ حوالي ثلاث ايام او اربعه فقد تم يعني حدوث هجوم هجوم كيماوي او بغاز الكلور على ما اعتقد في مناطق في في حلب و مباشرة وجهت الاتهام أو وجهت روسيا والنظام السوري الاتهام إلى المعارضة باستخدام السلاح الكيماوي في استهداف حلب وفيما ردت المعارضة بأنها مسرحية لتبرير هجوم أو تدخل عسكري لنقض الاتفاق سوتشي في ادلب. يعني الى اين وصلت يعني الامور بخصوص هذه المساله؟ وكيف تقرا هذه التطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. شكرا لكم اخي توفيق وشكرا لقناتي المستقله على هذه الاستضافه. في الحقيقه الوضع السوري او الوضع في سوريا برمته، المشهد السوري برمته شديد التداخل شديد التعقيد في أكثر من بقعة على الأرض السورية ولا سيما في الشمال حيث هناك ما يزال الشمال يعبر عنه أحيانا بمنطقة ومحافظة إدلب حيث ما يزال هناك قوات الجيش الحر هي المسيطرة المنطقة خارج إطار سيطرة بشار الأسد وكذلك المنطقه الاكثر اضطرابا في سوريا هي المنطقه الشرقيه حيث يعني تتشابك القوى والقوات ويحدث هناك تغيرات كثيرة أما الحدث الأخير الذي أشرتم إليه ومادة وما الكلور التي قيل بأنها ألقيت على حي الخالدية في حلب وعلى منطقة أخرى فهذا الحدث ربما له ارتباطات بالمشهد المتغير على الأرض السورية وله ارتباطات أيضا بأستان الذي جرى بعد هذا الحدث بثلاثة أيام له ارتباطات بالموقف بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية له ارتباطات فيما يجري بين قوات قسد وقوات ما أو ما تبقى مما سمي تنظيم داعش له علاقات كثيرة فهو حدث في حقيقته يعني حدث مفتعل مفبرك لم يكن هناك حدث حقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة وأنا أقول هذا الكلام لم يكن هناك هجوم أو كان هناك هجوم قامت به جهات يعني الذي الهجوم بمعنى الهجوم الذي يحدث الضحايا كما حصل معنا في خان شيخون وكما حدث حصل معنا في الغوطة لم يكن الحدث بهذا الحجم وانما كان هناك هناك افتعال لحادثه مفبركه لاستثمارها سياسيا وبالتالي نحن نستطيع ان نقول عن كل الاحداث المذكوره وهي بالعشرات وبعض الناس تصل بها بالمئات التي حدثت في سوريا يعني القدرات العالميه او الدوليه على الرصد والمراقبه والمتابعه الدقيقه لكل حدث للذبابه تطير في الفضاء يعني ليست قليله وكل الذين يريدون الان صار كلمه التحقيق ولجنه التحقيق ليس فقط في سوريا في كل مكان هي ذريعة للتهرب من الاستحقاقات لأنه تصور في يوم من الأيام قبل الثورة السورية وقبل داعش وقبل ما يقولوا متطرفين وإرهابيين ومؤامرة كونية وجراثيم كان في عندنا مبنى صغير في صحراء دير الزور في منطقة اسمها منطقة الصاحب رصدته رصدته وسائل الرصد الصهيونية وقالت هذا المبنى اللي ممكن يكون مستودع خشب مستودع حطب مستودع علف منطقة هي منطقة رعوية يمكن يكون مستودع علف بكل بساطة زريبة أغنام بكل بساطة مع ذلك رصدته رصدته من الجو وليس على الارض الادوات الرصد الصهيونيه وبالتالي قامت بقصفه على انه مفاعل او نواه لمفاعل نووي سوري انا انا اتكلم ليس لاستحضر لي الواقعه، اتكلم ليعرف السيد المشاهد يعني دقة أدوات الرصد الدولية هذه الآن أنا بتكلم عن الكيان الصهيوني أفق ثلاثة وأفق أربعة الأقمار الصناعية التي تنتجها ما بتكلم عن وسائل الرصد الأمريكية ووسائل الرصد الروسية لذلك أنا أقول لو كانوا يريدون حقيقة محاسبة الجاني أي جاني في أي واقعة. فهم لا يحتاجون الى لجان تحقيق لجان التحقيق هذا بشكل عام بشكل عام بكل شيء بكل الوقائع التي جرت لكن اذا عدنا هم الى حلب. هم هم يسجلون المكالمات والاتصالات ويرون بأعينهم الكبيرة الوقائع الصغيرة على الأرض فحديثة حلب هذه التي قيل عنها هي وظفت لكي تشغل يعني العالم عن أمور كثيرة ومنها أنها الآن يريدون أن يحركوا الواقع في مناطق خفض التصعيد وهم ذاهبون الى استانا وانا لا ادري لماذا ذهب الناس الى استانا ولكن ربما نعرج على هذا الموضوع سناتي الى ناتي الى هذا الموضوع عنده علاقه حتى الموضوع. ولكنهم يريدون ان يطرحوا في الافق يعني قضايا جزئيه جانبيه يشغلون الراي العام العالمي والراي العام الدولي عن حقائق ماساويه كارثيه عن هولوكوست حقيقي يتم تنفيذه على الأرض السورية على المستوى الإنساني الحقوقي وعلى المستوى الديمغرافي دعنا نتحدث الآن عن تقارير حقيقية دولية عن عملية تغيير ديمغرافي كبير في سوريا تقوم بها إيران بمساعدة ومساندة روسيا وهم أيضا على المستوى العسكري حيث يريدون أن يغطوا على يعني تطورات جديده افعال جديده يريدون تنفيذها على الارض طيب تقصد بان هجوم ادلب كان مفتعل من قبل هجوم حلب هذا حصل في حلب عفوا نعم. كان, كان مفتعل من قبل كان روسيا كان والنظام كان نوع من انواع الذريعه يعني الاستقباليه او المقدمه هو يريد ان يقدم عمل تقدمه ليتكئ عليها بعد ذلك ولتكون ايضا ورقه ضغط على الاتراك الآن يقولون للأتراك هناك تحركات هناك إرهابيون في المنطقة هناك إرهابيون يستخدمون الغاز ويستخدمون الكلور وأنتم أيها الأتراك لم تفوا بالتزاماتكم بضبط هؤلاء الناس ولذلك فنحن في حل ونحن مضطرون إلى الهجوم على هذه المناطق وعلى هؤلاء طيب. الناس كيف تفسر حتى الآن؟ أنا يعني سمعت أنا بشار الجعفري اللي هو مبعوث النظام لا. أسيتانا. لحضور اجتماع سيتانا قال بعد الاجتماع قال بانه مباشره اتهم اتهم تركيا بانها هي ربما مناطق الضوء الاخضر للجماعات المسلحه لاستهداف حلب بسلاح الكلور لكن حتى الان يعني منذ بدات هذه القضيه قضيه اتهام المعارضه باستخدام ماده الكلور في هجومها على حلب هكذا يقولون يعني لم نسمع رد واضح دبلوماسي او من سياسي توكي يعني هناك صمت مطبق يعني روسيا تكلمت ايران تكلمت النظام تكلم لكن في الفعل السياسي اذا اردنا ان نقوم المشهد السوري بشكل عام في الفعل السياسي استطاعت ايران وبشار الاسد ضمنا ان يتحالفوا مع كل قوى القوى الكبرى في العالم مع الأمريكان، مع الأوروبيين الذين تمسكوا، حل سياسي يعني مهما فعل هذا المجرم هذا المجرم يبقى هذا معنى الحل السياسي الذي كان بيكم... أو النظام يبقى يعني على اختلاف في تفسير العبارات ومع الروس التركي أنا أقصد عندما أقول التركي الحكومة التركية أو الطرف التركي رغم أن له حلفا استراتيجيا تاريخيا عمره سبعين سنة مع ما يسمى الناتو مع الأمريكي ومع الأوروبي شعر في هذه المرحلة أنه مخذول الحلف الإيراني الأسدي متقدم ايران لم تكن ايران خرجت من حلف الاطلسي كما كانوا يقولون بما يسمى ثورة الشا ثورة الخميني هذه انا لا اريد ان اقول الثورة الاسلامية كانت اول جزء من الاطلسي ايران خرجت من الاطلسي وتركيا ظلت بالاطلسي ومع ذلك مع ذلك ومع ذلك يسمعني السادة المشاهدون الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الاطلسي غضت الطرف عن كل التحركات الإيرانية في العراق وفي سوريا ثم في اليمن الآن السياسة الأمريكية خلال سبع سنوات لا نسمع الآن على الجعجعة اللي بيجعجع فيها ترامب هذا مثل يعني إشارة غبار ليمر لي الأمور تحت العجاجة سبع سنوات ثماني سنوات إيران شكلت شكلت ميليشيات عسكرية حي. بمئات الالوف وزجتها في اليمن وفي العراق وفي سوريا واسم الحشد الشعبي وشعارات إرهابية خارجة على نطاق ما يسمى القانون الدولي شعب يطلب من شعب ثأر عمره 1500 سنة يأتون إلى سوريا والولايات المتحدة تصور بس تبعت مصورين بيصوروا يا لثارات الحسين طيب من هذا الطفل السوري اسمح لي أنا ولخص الموقف التركي أجيبك على سؤالك الأتراك الامريكيون مقترح مقترح اردوغان مقترح ولو بحجم ذبابه وقالوا الامريكي نعم حتى لما منطقه حره خففوا عنا شويه لاجئين ما قبل الامريكي لا قبل اوباما ولا قبل ترامب فالاتراك في هذه المرحله وجدوا انفسهم انهم بحاجه الى حليف قوي فاستداروا وتحالفوا مع الروسي الذي هو العدو الاول للسوريين ولكن كان خيارهم صعبا طيب تحالف اسمح لي ما وصلت سؤالك تحالفوا مع الروسي كان تحالفهم مع الروسي هو الضربه الصميمه الخلفية لسياسات إيران وبشار الأسد والآن الروسي له مصلحة مع التركي والتركي له مصلحة مع الروسي وبشار الأسد وإيران مش قادرين يبلعوا هذه الشوكة الصغيرة التي تجرح حلوقهم هذا طيب. هو الموقف التركي الحقيقي هذا آه آه لكن يعني هذا مش موضوعنا لكن لا هذا جواب سؤالك جواب سؤالي نعم لكن ما. أنت فتحت يعني باب هناك تغير في السياسه الامريكيه حيال ايران يعني مؤخرا اسمح لي استاذ زهير خلينا نبدا ثم نعطيك نسالك ثم علق يعني انت تعرف العقوبات التي فرضت على ايران حتى الان وتعرف يعني هذه العقوبات الكثير توقع منها انه ممكن ان الاقتصاد الايراني سينهار يعني وهناك معارضه للاتحاد الاوروبي بعض الاطراف دخل الولايات المتحده الامريكيه ترامب يواجه نعم يعني دول اوروبيه نعم. او الاتحاد الاوروبي صدق. ويواجه ايضا معارضه داخل الولايات المتحده صدق. الامريكيه رغم ذلك هناك عقوبات يمضي نعم. فيها قدما صدق. يعني اذا هناك وهذا كله بسبب الميليشيات وبسبب يعني لا. التواجد الايراني في سوريا الذي اشار اليه طرف مباشره وإلى ولا عده قضايا يعني تتعلق بسلوك بس ايران نعم. شوف في الكتاب المقدس في سفر اسمه سفر الامثال وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ويضرب الله للناس الأمثال أنا أحب أن أعطي السادة المشاهدين مثال أنت كم مشكلة ذكرت الآن عشرة في كل بيوت الزوجية في العالم هناك مشاكل بين الزوج وزوجته في الصباح والمساء وبيختلفوا على ملح الطعام وبيختلفوا على فرش البيت لكن دائما تجد ولا في عالم الشرق، المراه حامل او على وشك الولاده او المولود يسعى بين يديها. هذا ملخص للعلاقه الامريكيه الايرانيه منذ ان جاء الخميني الى ايران. العقد قائم العقد قائم ميليشيات الحشد الشعبي وابو الفضل العباس والزينبيون والفاطميون هم نتيجه نتيجه هذه العلاقه هذا السفاح الذي يتم بالسر يتحركون على الارض ياتون من باكستان وحكومه باكستان لا تجرؤ ان تسال مواطن باكستاني يتطوع في جيش الزينبيين وياتي ليقتل السوريين لا تجرؤ ان تساله الى اين وفي افغانستان يأتون من أفغانستان ويأتون ويأتون والعالم يتفرج صحيح بصدروا بيانات هذا الكلام مثل الزوج والزوجة لما بتراقعوا بتقول له جبت لي وما جبت لي وأخذت لك وما أخذت لك لكن في الحقيقة في المساء ينامون في مضجع واحد حقيقة ترامب أنا قلت الجعجعة أنا لا لا أوافق على ان هناك تغير حقيقي مؤثر ملموس متغير في الشبكه الايرانيه الامريكيه، الشبكه الايرانيه الامريكيه اعمق هي في عمق واقول هذا كلام مسؤول عنه ومستعد ابرهن عليه في حلقه كامله هي في عمق الشبكه الصهيونيه الامريكيه ومن يشك في ذلك في عقله شيء في عقله شيء حتى في عهد التشابك الامريكي الايراني في التامر على شعوب المنطقه وعلى الاسلام والمسلمين والعرب منهم بشكل خاص، العرب بشكل خاص هي في عمق، ما بدي اقول اعمق، لا، هي في عمق التشابك الصهيوني الامريكي، اذا بتحسن تص... تقنعني إنه ترامب أو أوباما أو أي رئيس أمريكي عنده مشكلة حقيقية مع الكيان الصهيوني تحسن تقنعني إنه عندهم مشكلة حقيقية مع إيران إلى هذا إلى إلى الحد إلى هذا الحد نعم هذا كله الذي يجري عبارة عن تبييض تبييض أوراق إيران لكي يظل هؤلاء المخدوعون العرب واللي بؤمنوا بكذا ومذا وإلى آخره يلهثون حتى أصبحنا نجد القوميون العرب بين قوسين أتكلم عن تنظيم عن تنظيم وله مؤسساته القوميون العرب أصبحوا في حلف الشعوبية الشعوبية هذا اسم تاريخي كراهية العرب في حلف الشعوبية الإيرانية إذا ايران وامريكا يعني يبرمون للمنطقه يقول العرب يعني ما به في الذروه والغارب حتى يستطيعون المساعد الان ايش المشكل ايش المشكل في العالم العربي واحد من خوفه لايران راح لعند اسرائيل وواحد من خوفه من اسرائيل راح لعند ايران وترامب بيقول لهم اهلا وسهلا في حضن امكم وابوكم يعني انتم ما في حضن امريكا يعني اللي بيظن انه هو لما بيروح لعند ايران يتقوى على اسرائيل ويتقوى على نفسه ويتقوى على اخرين واللي بيظن انه هو لما بروح عند اسرائيل يتقوى على ايران هو يتقوى على شعبه ويتقوى على هناك هناك اعتقاد لدى الكثير ممن يتابعون ما يجري اليوم في المنطقه ان ترامب وايضا ترامب تسعى لوضع حد للتمدد الايراني وحتى هناك من رهن سياسته الداخليه الخارجيه عفوا لكل هذا هذا التوجه على اساس ان ترامب هو المنقذ ربما من ايران. هل تعتقد ان هذه السياسه خاطئه ولماذا يعني لماذا يعني لماذا يعني انت تشكك في لان هناك لا تصريحات هناك هي ما المدعاه يا لاتخاذ ما المدعاه ما الذي يدعو او يدفع بترامب لاتخاذ عقوبات يقال انها اقسى عقوبات في التاريخ على على ايران طيب طيب قال لا تنظر الى دمع عينيه انظر الى ما تصنع يداه ايران في علاقته انا كنت اضرب المثل وحطيت الكفتين طيب هو صاحب الزوجتين مو بده يوازن بين هذه وهذه؟ ايران الان في المنطقه العرب الامريكيه العرا... ليس الامريكيه فقط العرب الامبرياليه المعاديه للاسلام والمسلمين في المنطقه وللعرب بشكل خاص احتاجت الى الحصانين الاسود او الى البغلين الاسود خلينا نقول الصهيوني والابجر ما بدي اقول الابيض الصفوي وايران يريد ان يرسم خطوط بين الحصانين وان يحدد علاقه وان يرسم حدود وان يرضي هذه ويرضي هذه لا يمكن يعني ان يجمع بينهما وهم دائما بين بين الزوجات بين الضرائر هناك انوف محمره فبالتالي المشروع الإيراني معتنق تماما على تنافس الآن في المنطقة على تنافس في من المنطقة مع المشروع الصهيوني معتنق تماما بل هو مشتق منه وقام على أساسه وعندي معلومات تاريخية موثقة أن الإيرانيين درسوا التجربة الصهيونية واستعانوا هنا في بريطانيا وفي غير بريطانيا بالشبكات هذه الشركات اللي تصنع. اللوبيات اللوبيات لقوا شركات التسويق الاعلامي اللي اعتمدوا على شركات تسويقيه صهيونيه وشخصيات ذات بعد صهيوني في الاصل لكي يستنسخوا المشروع الصهيوني بابعاده الاحلاليه والاستيطانيه والسياسيه والعسكريه وهم يسيرون على خطوة المشروع الصهيوني يعني النعل بالنعل كما تقول العرب. طيب تعليقك على العقوبات، أنا حتى الآن لم تجب. ألا لا تحت... لا العقوبات يقال أن العقوبات أقسى عقوبات في التاريخ فرضها هذه العقوبات قبل ترامب. كانت بالمناسبة يطالب إيران قبل إيران بالخروج من خروج من سوريا. قبل والبعض ترامب. البعض البعض من القوماجيين تقولهم تسميهم جين يقولوا بأن إيران بدأت تنسحب الآن من سوريا. يعني قبل العقوبات. وبايام اوباما، وبعد العقوبات، ومن وقت ما طلعت الثورة الإسلامية والإيران أنت ليش تسألني عن العقوبات؟ ما بتسألني عن نداء الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. طيب اسألني، لي كيف؟ كيف إيران بتكون متحالفة مع أمريكا؟ و... لأنه هذه اللعبة انكشفت، هذه العقوبات، أنت تسألني، هذه العقوبات ضرورة ملحة لإعطاء مشروعية وقابلية لإيران في العقل المباشر العاطفي الانفعالي عند جماهير هذه الامه عند بسطاء هذه الامه هذه العقوبات هي جواز مرور هي جواز مرور للمشروع الصفوي لكي يخترق هذه الأمة بغير هذه العقوبات سوف يتحسس كل العرب بغير شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل بغير استقبال بعض فصائل المعارضة أو المقاومة الفلسطينية الباسلة المشكورة بغير استقبال هؤلاء سوف تتجهم الوجوه في وجه الصفويين وينكر الناس عليهم ولكن بهذه بهذا الزيت اللي بحطوه ما, ما زيته بقولوا زيت الماكينة لما يكون مسنة حديد عم مع بعضها مو بدها شويه زيت حتى ما تاكل بعضها بقولوا زيت الماكينه فهذه العقوبات وتلك النداءات وهذه الاستقبالات وهذا الدعم والله ويوم القدس ويوم العوده ويوم هذا كله هو الزيت طيب. الذي يزيت يزيت مسننات التعشيقة الصفويه الصهيونيه الامبرياليه حول العالم، هذه تعشيقه لها مسنناتها وكلها تدور بمسنن واحد هو المسنن الامبريالي العالمي. طيب الاستاذ زهير يعني نعود الى ما حدث في ادلب حتى الان. بعد اجتماع اسيتانا عادت الامور الى تقريبا الى الهدوء، يعني لم يعد حديث عن استمرار هجمات سواء من طرف النظام او غير ذلك. كيف يعني ذلك؟ يعني نحن قلنا بأن ما حصل في حلب وفي الهجمات على مناطق في إدلب والقصف الجوي هو جزء من عملية ذرائعية على الأرض السورية الآن نحن بين الأمس واليوم انتهى ما يسمى اللقاء استانا اليوم. اليوم انتهى ورقم هذا اللقاء رقم 11 11 نعم اللقاء الحادي عشر من لقاءات استانا التي تزعم الدولة المستضيفة بأنها دولة وسيطة مع أنها جزء لا يتجزأ كانت جزء من الاتحاد السوفيتي وما زالت في إطار السياسة الروسية الان هذا اللقاء اذا اردنا ان ننظر اليه بتقويم عام يعني قبل الذهاب اليه لم يكن احد يعول عليه الكثير كانت الولايات المتحده تحضر اللقاءات السابقه كمراقب هذه المره لم تحضر لماذا لم تحضر؟ يبدو أن هناك كما يقولون هناك عقدة في المنشار كما يقولون بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية سوف ننتظر يوم الجمعة القادم أيضا هناك عندنا قمة العشرين وقمة العشرين أيضا تستحق الكثير من الحديث لكن ليست موضوعنا سيلتقي بوتين مع ترامب <applause> ويقولون بأنه ربما يستطيعون أن يتجاوزوا هذه العقدة الأمريكية الروسية انظر بأن أن العقدة أمريكية روسية وليست سورية سورية في المشهد. يعني الصراع في سوريا هو أن أصبح الصراع دولي الصراع أصبح صراعا دوليا السوريون أنفسهم يعني لا أحد وهذا الذي كنت أريد أن أقول لما سألتني عن الدور التركي البشار الأسد لا يستطيع أن يقول لا للروسي والايراني لا يستطيع ان يقول لا للروسي وتركيا ايضا لا تستطيع ان تقول لا كبيره للروسي تركيا تحاول ان تمرر بشيء من الدبلوماسيه فالان الدور الامريكي انا كنت اتكلم عن استانا الامريكيون لم يحضروا وايضا جاء ديمستورا كموكل او كمندوب لهيئه الامم الجمعيه العامه المتحده بتفويض من الامين العام. قبل ان نقف عند البيان الختامي لاستانا او للقاء العام نقف عند البيان الختامي لديمستورا. ديمستورا جاء وفي ذهنه امر واحد مكلف به من الامم المتحده في مشروعية تشكيل نذكر الساده المشاهدين بان ديمستورا كان يجب بعد غد يعني يوم السبت القادم انه تنتهي وظيفته وياتي البديل ولكن الجمعيه العامه للامم المتحده والمجلس الامن رفضوا انهاء مهمه ديمستورا قالوا لأن هذا هو انهاء المهمه والاتيان بالبديل هو نوع من التهرب من الاستحقاق لانه لما بده يجي شخصيه جديده يحتاج الى سته اشهر لكي يدرس الملف وينخرط في الجو ويرى الامور وبالتالي فقالوا الديمستورا لا تغادر حتى تشكل اللجنه الدستوريه التي هي استحقاق قائم من الذي يرفض تشكيل اللجنه الدستوريه؟ هو وليد معلم حتى بشار أنا. بشار الاسد بشار, الأسد أي ما في في سوريا ما في غير بشار الاسد امس غيروا 12 وزير 11 وزير مش يعني ما في في بشار الاسد فبشار الاسد ما زال يماطل في تشكيل لجنه دستوريه لتعديل الدستور والدستور في سوريا لا قيمه له ولكن يريد ان يكسب الوقت. ديمستورا في بيانه الذي خرج اليوم من المؤتمر وزع شكر لفلان وفلان هذه الآداب الدبلوماسية ولكن قال أنا آسف لم نستطع أن نحقق أي إنجاز على مستوى قال أسيت أنا فشلت في أي أي على مستوى إن اللجنة الدستورية وبالتالي اعتبر المؤتمر منتهيا وفاشلا وزاد يعني كنوع من أنواع فتح الفجوة الإيجابية بأن المشاركين وعدوه بأن يكون هناك يعني محاولة أخرى ومساعدة. أيوة لإعادة تشكيل هذه اللجنة ديمستورا هذا تقويم رسمي دبلوماسي دولي وليس تقييم زهير سالم ولا غيره هذا هذا الكشف أو هذا الكلام يعني أن ديمستورا كان يعول على أن تكون أستانا الرافعة رافعة لتشكيل اللجنة الدستورية التي هي استحقاق الوقت بالنسبة للعلاقة الروسية الامريكية، ومع ذلك تم الاغلاق على هذا الملف ولم يتم او لم يحرز اي تقدم في هذا السبيل، ثم طيب. نعود الى البيان الذي الل صدر عن. آه، 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 البيان انا عندي الأ... البيان الختامي عندي بعض النقاط التي جاءت فيها الاستاذ زهير يعني آه شاكت فيه هي الدول الضامنة نعم تركيا آه، وايران وروسيا، بالاضافة الى وفد عن النظام ووفد عن المعارضة ايضا. آه هذا هذا البيان البيان الختامي اكد على التزام كل اطرافه بتنفيذ الاتفاقيات حول ادلب ومواصله مكافحه الارهاب ودعا ايضا المعارضه المسلحه في سوريا للانفصال عن تنظيمي داعش والجبهه النصرة واكد البيان الختامي ايضا الذي ينطق بلسان الدول الضامنه رفضه لمحاوله تغيير الامر الواقع على الارض في سوريا بحجه مكافحة الإرهاب في إشارة إلى التواجد الأمريكي في شرق الفرات ومناطق أخرى من سوريا، وأكدوا عزمهم على مواجهة كل المحاولات الإنفصالية الهادفة لتقويض سياسة سوريا ووحدة أراضيها. كما أثار البيان أيضا موضوع التعاون من أجل عودة التو... العودة الطواعية للاجئين ومناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء مرافق الب... الب... البنية التحتية والتأكيد على التعاون من أجل استكمال تشكيل اللجنة الدستورية فيما أدانت الدول الضامنة أيضا لاستخدام أسلحة كيماوية في سوريا مطالبة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باعتبارها الهيئة الدولية المختصة بإجراء تحقيق في ذلك أستاذ عموما ما رأيك فيما ورد في هذا البيان الختامي وما هو الشيء اللافت للانتباه فيه بشكل عام هو البيان كان تقريبا 12 او 13 نقطه، ربما كلمه 13 يقولون هو رقم متشائم ونحن لا نريد ان نسير مع هذا ولكن البيان يدعو الى التشاؤم، كان لما نقرا وثائق وبيانات من يقولون وكتبه فلان ووقع عليه فلان وفلان وشهد عليه. الان انا عندما قرات البيان بنقاطه 13 عشر فسألت من كتب هذا البيان وإذا كان الضامنون ثلاثة فلا يبدو أن الضامن الثالث اللي هو تركيا كان له حظ الثلث ولا الربع ولا العشر في هذا البيان البيان مكتوب بيد مخابراتية روسية أو أسدية أو إيرانية لا ندري بشكل عام وأنا من كل الكلام السياسي ما استوقفني استوقفتني النقطة الحادية عشرة وأطالب السادة المشاهدين أن يقرؤوها تقول الارتقاء بالشعب السوري ذكرتني بكلمة بشار الأسد قبل الثورة بأشهر عندما قال بأن الشعب السوري بده جيل أو جيلين يعني بده 80 سنة حتى يصل إلى مستوى الديمقراطية كان في لقاء في حوار مع مجلة أمريكية مع صحيفة أمريكية فكلمة الارتقاء بالشعب السوري حتى يصير الشعب السوري يعني ما ليس غرورا ولا نرجسية ولا الشعب السوري يعلم الرقي لبوتين ولروحاني القاتل ولتواخذني بشار الأسد يعني هذه الكلمة البيان لم يتطرق البارحة ونحن في الميديا الحديثة يعني مع الوسائط التواصل الاجتماعي نتحدث عن معتقلتين من الغوطة وحدة تحمل الجنسية الأمريكية تم تصفيتهما في سجون بشار الأسد يريدون أن يرتقوا بالمعتقلين والمعتقلات لاحظ روسيا الجمهورية الروسية الاتحاد الروسي الآن صار اسمه تريد أن ترتقي بهذا الشعب الرئيس اللي بيقتل الناس اللي سووا معه مقابله في احدى الصحف العربيه مع الاسف وقال حدا بتصور انه حكومه تقتل شعبها ما حد بتصور طبعا ما حد بتصور حكومه تقتل شعبها لكن هذا الذي قال عنه المندوب الامريكي الجديد عار على البشريه انا لا اقول بش... بشار الاسد ليس عارا على الانسانيه وليس عارا على البشريه بشار الاسد عار على الذين دعموه وايدوه وقبلوا منه ووقفوا الى جانبه وتستروا على جرائمه هذه هي الحقيقه فبالتالي اخي الحبيب البيان حتى كان الساده الممثلين المعارضه الذين يقنعون انفسهم بالذهاب فيذهبون قد حدثونا على انه عندهم ملف المعتقلين وانهم سيطرحون ملف المعتقلين في هذه الدوره من دورات استانا ولكن ملف المعتقلين لم يستطيعوا ان يطلقوا سراح معتقل واحد بل بل هم يتحدثون عن مقايضه مقايضة بين المعتقلين والروسي يقول الروسي الكذاب يقول بأنه عند المعارضة السورية أكثر من 16 ألف معتقل هذا الكلام أي لا ما قال ألف معتقل أستاذ زهاب قال روسيا قالت عفوا 15 ألف مسلح من تنظيم من تنظيم جبهة النصرة قال بأن إيه أن 15 ألف مسلح من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي لا يزالون موجودين في منطقة إدلب السورية. لا أنا ما قلت, أنا طيب. قلت هو يتحدث عن معتقلين معتقلين من, من جهة النظام. من جانب النظام هذا غير نقطة فبالتالي أنا أقول بالنسبة لي أخي الحبيب للبيان الصادر عن آستانا لآستانا مشروع أوراق الثورة السورية أوراق الثورة السورية يجب أن تعود. لكن لكنه ثبت الهدنة يجب في إدلب أن يجب أن تعود يجب أن تعود إلى أيدي السوريين هذه نقطه تثبيت الهدنه في الظرف الحالي كلمة هدنة وخفض تصعيد وثورة مسلحة هذه القضايا أنا أقول أن تعود الثورة إلى أيدي السوريين لأن هذه الأوراق جميعا تحتاج إلى إعادة دراسة هل نحن مضطرون إلى الثورة المسلحة في ظل الظروف هل كنا مضطرين إلى الثورة المسلحة هل نحن مضطرون إلى أن نواجه دولة عظمى مثل روسيا بطريقة الحرب المكشوفة هذه كلها أسئلة يجب أن يطرحها السوريون على أنفسهم وهم يمسكون بالموضوع الذي يريدون أن يجيبوا عليه. أما أن نظل ندور في فلك أستأنا فلك إيش روسي ونحن نعلم أن أستأنا التي تسألوني عنها جاءت بديل ليش لجنيف جنيف كان فلكها. كان دولي. فلكها دوليا دولي نعم. فتحول من فلك تحولنا من المدارات الدوليه الى المدارات الروسيه الان نحن ندور في الفلك الروسي ماذا ننتظر من الفلك الروسي طيب اذا المشكله المشكله ان اوراق الثوره السوريه يجب ان تعود الى السوريه طيب استاذ زهير يعني هناك نقطه ايضا لافته في البيان الختامي وايضا في ما حيثيات ما دار في اثناء الاجتماع موضوع الحديث في روسيا على وجود حوالي 15 ألف مسلح من تنظيم جبهة النصرة في إدلب وأيضا الدعوة, الدعوة المتضمنة داخل البيان الختامي للمعارضة المسلحة الانفصال عن تنظيم النصرة وداعش وأيضا الذهاب إلى حد قول أو تصريح المبعوث الروسي في أسيتانا إلى قول بانه مستعد روسيا مستعده للدعم المعارضه المسلحه المعتدله للقضاء على تنظيم تنظيم داعش في في ادلب. يعني الكلام بالمصداقيه، الكلام بالمصداقيه لننظر الى الدعم الروسي الذي قدم للمعارضه المسلحه التي قبلت ان تنضوي او ان تقبل كلام الروسي في منطقه حوران في الجنوب في درعا. ماذا جرى لهؤلاء الذين كانوا معارضين واصبحوا يقاتلون تنظيم داعش كما يقول الروسي ماذا اللي خطف واللي قتل بالاغتيال واللي اعتقل الآن هو في سجون بشار الاسد. تمت يعني تمت تصفيتهم يعني. تم تصفيتهم وبالتالي الالتفاف عليهم. نحن امام ونحن الان في درعا وهذا سؤال مهم جدا جدا، هناك تاسيس لنواه مقاومه شعبيه على اسس جديده كما كنت اقول بعيدا عن الطرق التي نتعامل بها الان. الروسي البع البعض قرأ هذا هذه الدعوه الى دعوة المعارضة إلى الاقتتال مع بعضها البعض، يعني لأنه قال, قال محاربة جبهة النصرة وداعش والفصائل التي ترتبط بهما هذا هذا مثل ما كانوا منذ البدايه وانت تقول لي عن الامريكي، الامريكي لما كان يقول داعش اولا وبالتالي تسليط السوريين بعضهم على بعض واوجدوا داعش لهذه الغايه واوجدوا تنظيم القاعده بشقه الاخر اللي بسموه النصره لهذه القاعده انه نحن من نخلق لهم السوريين عدو جديد ومنصدفهم على بعضهم. المعارضه السوريه قد تكون وجدت نفسها في ظروف صعبه فسلطوا عندما رفض السوريون الحقيقيون ان يقاتلوا هؤلاء الناس، ماذا فعل؟ داعش هي التي اصبحت تقتل السوريين والنصره هي التي اصبحت تقتل وبالتالي تغيرت المعادله. الان المشهد الذي نحن فيه بكل ابعاده يعني يجعل من الالزام للسوريين الحقيقيين الذين لا يريدون ان يدوروا بفلك احد، لا يجوز للسوريين ان يدوروا بفلك احد، تجعل من الضروري ان يتحملوا مسؤوليه ثورتهم وان يفكروا باسس جديده لاستئناف هذه الثوره. طيب هل هناك تفكير لدى لدى المعارضه السوريه التي توصف بالاعتدال في محاربه واخراج تنظيم داعش والنصره من من ادلب؟ لان حديث هناك حديث على ان هذه هذه الجماعات المتطرفه التي التي توصف بالتطرف يعني عاده ما ترتكب يعني جرائم ايضا في في ادلب والله شوف انا لا ليس لي تواصل مع لا مع هذه الفصائل ولا مع تلك الفصائل بماذا يفكرون الان انا لو كان لي راي مثلا لا اذهب الى استانا ولكن الذين ذهبوا الى استانا يتحملون مسؤوليه قرارهم وبالتالي بماذا تفكر الفصائل الاخرى انا اقول بانه الاقتتال هذا هو مطلب خارجي والتعلل بوجود النصره و15000 و7000 و3000 هذا <applause> هذا تعلل ذرائعي وبعد ان ننتهي من هؤلاء سيتم تنظيم مجموعه اخرى ارهابيه ويطلب حتى يتفانى الناس يقتتل الناس بشار الاسد بشار الاسد لا يطلب منه ان يخرج الان دعونا دعونا نتكلم بالملفات الانسانيه اذا كان هؤلاء ارهابيون فلماذا الان تقرير اممي منظمه اطباء من اجل حقوق الانسان تقول بان الروسي وبان الاسدي خلال هذه الفتره اكثر من خمسمائة هدف 540 هدف صحي نقطه صحيه سيارة تم قصفها من قبل الروسي ومن قبل بشار أستاذ. لماذا لا نفتح هذه الملفات الانسانيه ولماذا نتصور ان ملف المعتقلين يمكن ان يؤجل والمعتقل هو روح انسانيه تعاني بالساعه طيب وباليوم في 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 ولماذا لا في نتصور ان الخدمات الصحيه يقول التقرير الانساني وليس السياسي يعني ما هو مسيس ان سوريا هي اسوا مكان في العالم للخدمات الصحيه لماذا لا تفتح هذه الملفات لماذا لا يبادر العالم لعلاج هذه بما هذه النقطة الأستاذ زهير هناك مطالبة من الأمم المتحدة النظام السوري بالكشف عن مصير المحتجزين والمفقودين في جميع أنحاء البلاد لماذا لا أن هذه هل تعتقد أن هذا الآن هناك بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن هذه المختفين والمحتجزين وغيرهم هل سوف يعني ربما يتطور هذا الأمر ليكون أحد العناوين البارزة في المساعي الدولية وفي ربما المحافل الدولية في المرحلة القادمة يعني إذا أردنا أن نتكلم بواقعية سياسية هذا الكلام قيل على مدى السبع سنوات كانت هناك مطالبة وقيل, وقيل بكل اللغات ومن كل الساسة لكن كان كأمواج البحر موجة تصل للشاطئ وتتلاشى هذا الكلام كان يجب أن يكون أولوية منذ اليوم الأول منذ ما اختفى حمزة الخطيب وسلمت جثته إلى أهله ممثل بها هذا الكلام الآن عندما يقولون سيلتقي بوتين وترامب يا أخي لن نتكلم لا عن تنظيم ولا عن إيران ولا عن الصهاينة نتكلم عن المعتقلين المعتقلون مسؤولية من من الذي يجب عليه أن يفرج عن أن يكشف مصير أن يسمح أليس هذا تقليد دولي أن المنظمات الحقوقية الدولية تزور السجون وتزور وتعتق... المعتقلين في سجونهم وتراسل أهاليهم لماذا لا تعتبر القضايا الإنسانية الذين... ، أنا أقول هذا للذين يريدون أن يرتقوا بالشعب السوري وللذاهبين إلى أستانا الذين وقعوا على هذا البيان يريدون أن يرتقوا بالشعب السوري لماذا لا نقول دعوا قضايا السياسة السياسة نجسة تعالوا نتحدث بالقضايا الإنسانية نبدأ من ملف المعتقلين نرى حالتهم نؤمن لهم حقوقهم نكشف عن مصيرهم نسمح لأهلهم بزيارتهم نرتقي نرتقي بهذا المجرم الذي يقول عنه المندوب الأمريكي عار على البشرية ثم يقول نحن لا نريد تغيير وانما نريد تجميله. هذه هذه عباره المندوب الامريكي لا نريد تغييره وانما يريد هذا يريد ان يجمل العار. هذه هي اللعبه الدوريه على الشعب السوري، نريد تجميله ولا نريد تغييره. طيب الاستاذ زهير يعني قبل ان نختم البرنامج او الحلقه اليوم، هناك موضوع اثير ايضا في خلال أو خلال اجتماع سيتانا يتعلق بالتواجد الأمريكي في في سوريا هناك يبدو أن هناك تضيق يعني امتعاض إلى حد ما من هذا التواجد من قبل الدول الضامنة وهذا ما ورد في البيان وحتى هناك التصريحات قالت بأن هذه التصريحات للرئيس الوفد الروسي قال بأنه الدول الضامنة حتى الآن لا تعرف يعني هذا هذا التواجد ولم والى متى سيستمر؟ في الحقيقه الوجود الامريكي في سوريا هو جزء من الوجود الأشكال الاحتلال التي استدعاها بشكل مباشر او غير مباشر بشر الاسد واوجدها في هذه المنطقه دعنا نسلط الضوء ولو بكلمتين على المنطقه التي يتواجد فيها الامريكي هذه التي نسميها نحن الجزيره السوريه الجزيره السوريه المنطقه الواقعه بين الرافدين بين دجله والفرات وهي منطقه حضاريه تاريخيه لها صفات كثيره هي يعني يعني خزانه الغذاء السوري كسهول ومرويه ومسقية ظهر فيها البترول اخيرا واصبحت ايضا مركب ثروه وهي ايضا منطقه حضاريه يعني هذه المنطقه مليئة بوجود ديموغرافي حقيقي فيه فسيفساء، يعني من ايام الاشوريين والبابليين ما زالت هناك شعوب في هذه المنطقة، الاخوة الاكراد، الاخوة التركمان بحكم الجوار مع تركيا، العرب الموجودون في المنطقة، كل هذه الخلطة، ثم هناك ايضا دعني اقول العشائر العربية موجودة وتفرض ثقلها وهي الأثقل في المنطقة، لكن هناك نوع من أنواع الفراغ السكاني نسبيا يعني الجزيره ليست مثل حلب ودمشق وحماه وحمص المدن المقتلطه الكثافه السكانيه فيها منخفضة محدوده العدنية. منخفضه نسبيا وبالتالي فهذه المنطقه هي ميدان رحب ليلعب عليها الجميع، الامريكي الان موجود لا احد يدري الى متى ولا احد يستطيع ان يفرض عليه وهو الذي يفرض على الاخرين ولكن اللعبه الان التي تتم في المنطقه اخطر، هناك قوات قسد بين قوسين القوات الكردية ذات الطبيعة الإرهابية المتحالفة مع الأمريكان والتي تضم في بنيتها أيضا جيوب من العشائر العربية تصور المعركة الأخيرة بين هذه القوات قوات قسد أو بجناحها العربي وبين ما يسمى تنظيم الدولة تسبب بمقتل مائة حوالي 100 نعم انسان ولكن تسعين. اكثرهم اكثرهم من الهويه العربيه لان ايضا القوات الكرديه اصبحت تستخدم هؤلاء العرب كذراع كما يستخدمهم الامريكي كذراع اللعبه الثانيه ان هذه المنطقه الان في المناطق التي يسيطر عليها بشار الاسد اظهرت هويه وهذا الذي سنظل نقوله هويه شيعية واضحة بتغيير ديمغرافي أيضا تقارير دولية تتحدث عن توطين وعن تجنيس وعن منح جنسيات ويتحدثون بالملايين حتى يعني أنا رقم الملايين تتكلم عن أي منطقة المنطقة الشرقية في الجزيرة في دير الزور. والآن الأذان في تلك المناطق والناس تسمعني أصبح يرفع بحي أشهد أن عليا ولي الله وحي على خير العمل في عملية تغيير ديمغرافي وثقافي وسكاني تحتدم القوى هنا في المنطقة يعني أتراك أتراك إيرانيون أسديون أمريكيون وروس وكل واحد يحاول يعني شبكة قوى متصارعة وكل واحد يحاول أن يثبت لنفسه موقع هل, 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 هناك نية لدى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تواجدها في شرق الفرات على اقتطاع هذا الجزء ربما وتكوين دويلة هناك ربما وهذا يعني أصبح أصبح يبدو أوضح من حاول محاولة الولايات المتحدة خلخلت خلخلة البنية الديمغرافية الولايات المتحدة الآن تقول إيران يجب أن تخرج لكن الحديث الداخلي يقولون ابعدوا أربعين كيلومتر عن مضجع الزوجة الأولى عن إسرائيل عن إسرائيل لكن هنا في هذه المنطقة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقيم كيانا جديدا يخدمها في الضغط على محورين ضغط على سوريا وسلب الشعب السوري إمكانية وجوده بحرمانه من سلة القمح وبحرمانه من آبار البترول فبالتالي هذه المنطقة سلخها يعني يؤثر اقتصاديا وأن يكون لها مركز قدم جنوب الدولة الجمهورية التركية التي أصبحت نجاحاتها نجاحاتها تؤرق الولايات المتحدة الأمريكية بكلمتين في قمة العشرين الدول التي تسيطر على 85% من اقتصاد العالم من الدول الإسلامية القليلة قليلة إندونيسيا ماليزيا ماليزيا لا إندونيسيا وتركيا واندونيسيا وتركيا وفي السعوديه هذول ثلاث دول لكن لا لا. في مجموعه العشرين نعم اي قمه العشرين فاندونيسيا تركيا هي بجدارتها وليس بأبار النفط يعني يجب ان نميز نعم. بدوله بجدارتها استطاعت ان تكون حاضره في قمه العشرين هذا الوجود يقلق الولايات المتحده تريد ان تعكر عليه ان يكون لها موطئ قدم في جنوب تركيا لكي تدار من يعني كان أنا المؤامرات أنا, أنا من بين الأهداف هو استهداف تركيا طبعا. طبعاً بالإضافة إلى استهداف استهداف التركية ثروات الشعب التركي وبالتالي إقلاق تركيا بتبني المنظومات الإرهابية التي تستهدف أيضاً تركيا داخل أرضها وهي مجموعة متشابكة بالإضافة إلى, الثروات السورية. أيوة إلى ثروات سوريا ايوه بالإضافة إلى ثروات سوريا وسلب سلب امكانيات ذاتية للدولة السورية شكرا جزيلا لك الأستاذ مدير مركز الشق العربي بلندن أشكركم أيضا مشاهدينا الأفاضل على المتابعة وفي أمان الله استاكم الله أخي توفيق بارك الله فيكم الله يسلم.